السلام عليكم. كدير اخويا يوسف وكدير انا اخوتي المتتبعين. انا سميتني مراد من حدا سيدي بوعتمان حدا بنقرير في العروبية، كاينين في العروبية ساكنين في العروبية. انا مريض شحال هذا شي من 2010 وانا كنعاني من المعدة، كنت مريض على المعدة وقايت مريض من تما كيقول لي جرطوم المعدة، درت التيو ديال داك التيو ديال المعدة بقيت كنديرو، كنعاود نرجع على الطبيب كيقول لي راه غادي تولي شوية، كنعاود نمشي على الطبيب اخر، بقيت من تما وانا مريض كنعاني، ما بقيتش كناكل، وليت داير ريجيم بزاف واحد الدرجة كبيرة بزاف، ما بقيتش كنقد نصوم، ما بقيتش كنقد ناكل اتاي، ما بقيتش كنشربو، ما بقيتش كاع كناكل، داير واحد الريجيم واحد الدرجة قصوى بزاف. بقيت من تما وانا مريض تنقول راه الطبيب غادي نمشي عند الطبيب راه نولي لاباس. الطبيب اللي مشيت عنده كيقول لي نعاود ندير لك تاني التيو، تاني كيعاود يدير لي التيو، كيدير لي التحاليل ديال المعده وداك الشيء، كيقول لي راه عندك واحد الجرط وما راه عندك شي حبيبات كلوش كيقول لي. بقيت من تما من 2010 حتى 2018 درت 7 تيوات اللي درت تاع المعده، ومع ذلك ما وليت لاباس متى حاجة، والحالة ديالي تدهورات بزاف ونقصت بزاف. وفي 2019 بقيت كنمشي على الطب وداكشي، كنمشي مشيت لأكادير، مشيت للدار البيضاء مراكش، حيت قريبة لينا حنا حدا مراكش، كنمشي ديما على الطب تما. في 2019 مرضت بزاف كاع حتى لواحد الدرجة لي ورموا لي رجليا تنفخوا ليا وضرتني تاني الكبدة مع داك ما تناكلش ومع دوك الدويا تاع المعدة وداكشي، مرضت ليا تاني الكبدة، مشيت صافي ورموا ليا رجليا صافي، مبقيتش كنتمشى. في أوائل 2019 شهر 3 مبقيتش كنتمشى، وليت صافي مشيت تاني تبعت مع واحد الطبيب اخر قال لي دوك راه عندك الكبدة تاني رجليا صافي تنفخوا ليا، ونص ساعة لي تنفخوا مبقيتش كنقد نمشي عليهم، صافي تجمعوا ليا تكمشوا ومبقيتش كنقد نمشي عليهم. صافي هذيك وليت مشيت للسبيطار ديال مراكش ديال رازي، مشيت تبعت فيه تما في هذاك، بقيت متبع مع ديك داكشي ديال الطب الباطني، بقيت تما نعست فيه واحد الشهرين ولا شناهي، كيديروا لي التحاليل كيدوزوا ليا كيصيفطوني نمشي ندير بعد الراديوات على برا، بعد الراديوات عندهم باش نفخوا لي رجليا، ومبقاش كنقد نتمشى. في 2019 تل شهر 8 في 2019 وانا كنمشي لذاك السبيطار تاع رازي تما تاع محمد السادس، بقيت تمايا متبع معاهم ساعه والو ما داروا لي حتى شي حاجه، كيقول لي المرض عندك، كيقول لي مناعي، كيحيدوا لي من الصاق ديالي واحد التحليله داروا لي منه، عاود تاني داروا لي تحليله ديال الريه شويه هو تزنطر لي الصدر ديالي وعمر لي بداك الماء داك الدم اللي كاين ماكي، وليت كنحيد تاني هذاك الشيء هذاك الماء من الصدار، وليت كنقعد قاعد كرفص بزاف تما، وما بقيتش كناكل، ما بقيتش ندير، بقيت تمايا وليت كنمشي نحيد هذاك الماء. بقيت 2019 حتى 2020 جات كورونا، انا مع صافي ما قعدتيش وتقهرت، وحنا الناس في الباديه الناس مساكن ما عندهمش، والقضيه عندنا هي انا صافي، ما بقيتش نمشي تما مع ديك كورونا وداك الشيء، صافي ما بقيتش عرفت. قالوا لي ودار ما المرض قال لك ودار مناعي كلش كيقول لي، بقيت كنمشي على الطب وليت كنحيد هذاك الماء بزز تحي لي هذاك الماء، بعدا توقف عليا كان كرفصني بزاف، وليت كنحيدو من الظهر ديالي شحال، وانا كنحيدو كنبطل نهار ولا يومين وكنعاود نمشي نحيد، يبغي يتفرقع عليا الظهر ديالي والصدر ديالي كنحس بيه النفخ، كنمشي كنحيد وصافي رجلينا ما بقيتش شت فيهم، صافي ما بقيتش كنتمشى وما بقيتش كنقد نزيد، وحتى العينين ديولي مع ديك قله الفيتامينات وداك الشيء مع ما كناكلش وداك الشيء حتى ما ضروا لي نشفوا لي، حتى ما قالوا لي راه نشفوا لك من داك الماء ديال العين، حتى ما وليت ثاني تمشي على الطبيب ديال العينين. صافي مع كورونا وداك الشيء ما بقيتش مشيت، بقيت من تما ما بقيتش مشيت، الوراق ما صيفطتهم لي سيوس انا يعني صيفط صورتهم صيفطتهم لي ديال 2019 هذاك الشيء اللي قالوا لي الطب وهذا الشيء، بقيت تما من تما صافي، ما بقيتش انا مع كورونا وهذا الشيء،
وليت خايف لما مشي تاني ولا شي، اللي زادني مرتا كورونا تاني ولا شي، وليت صافي بقيت جالسة في الدار ومكرفص اخوتي بزاف مع في الدار. خاصك لي خاصك ما كتاكلش بعدا ما كان اكل حتى شي حاجة، اللحام الخضرة كل شي كشي كيضرني كشي من قبل من المعدة. ولكن ولاو تاني ترجلين صافي، ما بقيتش كنقد نتمشى، وليت قاعدة في بيت صافي مريح ما تنضل فيه ونبات تما، والآلام وما كنقدش نتكى على ظهري، حني ظهري طايب ليا، ما كنت كنحيد منه هذاك الماء ديك الساعة توا طاب ليا، ما بقاش كنقد ندير، وليت كنعسها مكمش، ما قدش نتكى بهالكون، ارتاح في النعاس ديالي. من تما بقيت الله يجازيكم بخير دوكا 3 سنين هادي ما بقيتش مشي للسبيطار، ما عنديش باش نمشي، واخا نيت بغيت نمشي دوكا بغيت نشوف تاني، وبغيت نبدا نشخص المرضى شنو هو ونشوف داكشي، ولكن الله غالب ما عنديش، ما عندي حتى حاجة. الناس هنا عيانين، هنا في البادية وداكشي ما عندناش وداكشي ما. الله يجازيكم بخير، تناشدكم اخوتي المغاربة، الله يجازيكم بخير، تعاونوا معايا، تعاونوا معايا، الله يجازيكم بخير. لي عارف شي حاجة نقولوا شي جمعية ولا شي بتعاون معايا بديرني، الله يجازيهم بخير، ولا اللي بيتعاون يتعاون معايا الله يجازيه بخير بشي حاجة يتعاون معايا. انا غادي نخلي لكم الرقم ديال التليفون ديالي، غنخلي لكم الله يجازيكم بخير، وتعاونوا معايا الله يجازيكم بخير، راني ما عنديش وبغيت نمشي دوك ندير شي حاجة. وتا الماء ما كنقدش نشرب، الماء العادي ما كنشربوش، كنشرب الماء ديال الماء ديال المعدني هو اللي كنشرب، هذاك الماء اللي شربته ديال البير ولا هذا تا هو كيضرني، نشرب هالماء المعدني تا هو. من تما كتشرب شحال هذا، شي 5 سنين ولا 6 سنين كتشرب هذاك الماء المعدني وما عديش والله يجازيكم بخير، تعاونوا معايا خوتنا اللي في الخارج واللي في الداخل البلاد، الله يجازيكم بخير، تعاونوا معايا. ولا لو كان شي حد شي جمعية شافتني تا هي الله يجازيكم بخير، بغو يتكفلوا بيا ولا بغو يجوا يساعدوني ويشوفوا الحالة ديالي، راني دابا قاعدة في كرسي كروسة ديال هذاك، ما كنخرجش كاع انا بالالام اللي كنحس في الرجلين ديالي داكشي، ما كنخرج ما حتى شي حاجة. دوك هادي ها الكروسة اللي راكب فيها، ما كنخرج ما حتى شي حاجة، الله يجازيكم بخير اللي بيتعاون معايا، الله يخلي لكم صحيحتكم، ديروني بحال ولدكم وديروني بحال خوكم، تعاونوا معايا راني ما عنديش. والله يجازيك بخير اخويا يوسف، اني ناشط خويا يوسف وعيط ليه، حيت ما عنديش جهد باش مشيت للدار البيضاء، خاصني اللي بغيت نمشي خاصني 1000 درهم بعدا باش مشيت تخطاها، في يديني واحد 1000 درهم اللي بغيت نمشي تاع خويا يوسف الله يجازيه بخير، قال لك اودي صيفط لي الفيديو وانا غادي نديرو لك. الله يجازيكم بخير اخوتي، تعاونوا معايا ويخلصكم الله تعالى، والسلام عليكم، الله يجازيكم بخير، السلام.